زمن حد يصدق ان زينهم السماح بقى كده؟ وانا لك كامل زمن سبحان الله ولا اله الا الله. عايزين مساعدة؟ بدخلك يا ابني خلاص. قوم يا استاذ اعمل السلطة. عايزينها قطة ولا طحينة؟ سلطة بلدي بالفلفل الأخضر والشطة وما تقولش لعدوك. شاهين ومراته لسه ما جوش والمغرب خلاص هيبدا. انت أكدت عليهم يا زكريا ولا عزومة مراكبية والسلام؟ معقولة؟ معقولة يا إصلاح الكلام اللي بتقوليه ده؟ ما بقول لك إيه يا إصلاح؟ لا يا اختي هتفضلي بقى رايحه جايه كده ولا ايه؟ ايوه حكيمه المستوصف قالت لي خليكي رايحه جايه. طيب. والله باين عليك هتقولي ده على المدفع. يا سلام بقى وتسمي الولد رمضان. بقى كده يا فاتن. طيب لو جت بنت يا حاج. طيب طيب يا السلام عليكم. وعليكم السلام. ليه بس كده؟ كل سنه وانتم طيبين. العام انتم بخير. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سبحان الله لا إله إلا الله. اللهم إني لك صمت وإليك أنبت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي يا غفور يا رب. من حقة الشهر المفترق تفك سجن وتبر بخاطره وترجعه سالم غانم قادر يا كريم. جراية علي مش هتفطر؟ ماليش نفسك يا علي شكرا. مش معقول يا علي ده انت صايم. انا شربت شويه ميه وكلت بلحتين. وبعدين يا علي انت بقالك سنتين على الحال ده. ايه اللي هيغيره؟ نسينا خلاص من الجدران دي. محدش فاكرنا. خلي الكلام ده ليا انا يا علي. الحمد لله زياره الست انيسه والحاج بدو ما اتقطعتش عنك. اخوك عادل السماحي يزوروك لما بينزلوا اجازات. كتر خيره. كنت عايزهم هما كمان ما يعبرونيش. هما كمان. انت تقصد واحده بعينها يا علي. خلاص بقى يا علي انساها طلعها من دماغك. غصب عني يا جلال مش قادر اعمل ده وانا هنا. يعني مفيش قدامي غير صورتها وبس. ايه الطبيخ والاكل ده ناقص ادام وبعدين البسبوسه باين عليها نشفه. قال اللي قصده اقلل السمن في الاكل يا باشا عشان مصارينا. نعم يا اختي مصاريني مالها مصاريني بقى يا وصيفه. انا يا بابا اللي قلت لها تعمل كده. صحتك ما بقتش مستحمله. الله اكبر. انت تقولي صحتك وهي تقول لي مصاريني. اياكش اكون بقيت شرك بقى واصلح لي اروح اموت. بعد الشر عنك يا اخوي. احنا قصدين انك ما تلغش في الاكل عشان معدتك. جرايا وليه؟ ايه اللي مره معدتي ومره مصاريني ما تفصليش في وشي يا اختي. وبعدين ما قدام الجوز ترانا هم قاعدين بياكلوا كانهم بيلحقوا اخر زادهم واكبر مني في السن.
ولا حد منهم اشتكى ولا حد قال جاي. يجعلوا عامل يا استاذ الحاج ام زاهر. تسلم ايديك يا حاج. مفيش فايده يا عمتي، كل يا بابا اللي انت عاوزه. الحمد لله على اذنك. اهي وبعدين انا حق عليا، ما انا كنت معزوم عند نازك الصلاحدار. قالوا انا قلت رفرف معاكم اول يوم في رمضان. ده يا سد نفسك اديكي سددت نفسي. ايوه قول كده بقى، انت عايز تروح عشان تاكل هناك؟ يا سلام وفرضي والله كان هيبقى اكل اطعم واحلى. بس بيني وبينك اصلاني زعلان برضه، زعلان عشان الواد زاهر ما جاش هو وفاطمه. ما انا قلت لك ان هم مش هيجوا، وقلت لك تعالى نروح نقضي رمضان في البلد ما لديش عليه. امنت بالله، هو انا يا ولية اقول لك هسافر البلد تقولي لي رايح عشان عزيزه بنت ابو راغب، اقول لك اقعد هنا تقولي لي زاهر ومرات زاهر وهبابه زاهر؟ ايه بقى انا ما كنت فاهم انت عايز ايه بالظبط. ست الحاجة يا ابو الباشر قصدها يعني تروح شويه وتيجي شويه. ايه يعني حبه هنا وحبه هناك؟ جرى ايه؟ جرى ايه يا جدع انت؟ هو بتقولوا ايه؟ طب وشغلي؟ هو انا دلوقتي فاضي؟ ده انا مشبوح في شركتين، شركه مع الست نازك هانم الصلاحدار، وشركه مع المعلم بيصه ربنا يكرمه ويفتحها عليه. وانا من غير الشغل يبوظ، ما يعرفوش يعملوا حاجه هاتوا حاجه يعني. لا والله يا باشا بيعملوا كل حاجه. واحنا بنروح نعمل ايه هناك؟ احنا بنروح ننش هناك يا عم. يعني انا ما بشتغلش؟ إيه؟ طب قوم كفايه عليك منك قوم، ما تطفوش هنا تاني. كفايه ولف رمضان تطفوا تحت زي البحر جت مصيبه. عايزين حاجه ندخل بس نزلت بالنار. قران ايه؟ هو في شغل في رمضان برضو يا زهره؟ ده رمضان ده بالذات يا بابا في شغل كتير قوي، وبعدين انا مسؤولياتي زادت على اذنكم. طيب يا اختي يا ام مسؤوليات. ايه يا وصيفه؟ انت هتقعدي طول النهار تلوغي يا ولية وتاكلي كفايه كفايه خلاص. ايه اكل ببلاش؟ قومي يلا قومي يشيل الاكل ده واعملي لنا الشاي وافتحي التلفزيون عشان نتفرج على عماشه عكاشه. يا باشا عماشه ده كان عم نول. ها؟ ما هم بيجيبوها تاني برضو. ايوه الحاجات دي يجيبوها تاني، والبتاع الفوازير دي اللي بتطلع في تاني. ما تقولي يا ولية تفتحي التلفزيون ده دي. ايوه جاي انا. ما قلتليش يا معلم هتنزل الخشب بكام؟ ب 15 قرش. مش كتير شويه؟ وانت مالك؟ انت تنفذ اللي بقولك عليه وخلاص، وادي يلا الطلب اللي معاك ده وتعالى خد المرد يلا امشي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا روح؟ السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا زعتر. سلام. استراحة يا عم. اتفضل يا عم. تحب افوت عليك تاني امتى عشان تروح؟ انا هقعد هنا لغاية السحور. ماشي يا عم، هفوت عليك الساعة واحدة. ماشي، واحدة وخمسة. ماشي يا عم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. التلفزيون فيه يا زعتر؟ 13. ما تغلطنيش في العد يا حاج. 19. مال. مال اخوي عد عد يا زعتر. الا ما تخيلتش باخويا طه. مفيش اجازات. عارف في منور طابور، بس المره دي شد الطوارئ بجد. انت كنت بتكتب ايه؟ جواب لقمر. اه مش هبعته كالعاده. انتوا لسه متخاصمين؟ مجدي اعمل معروف ما تفتحش سيره الموضوع ده. والله انتوا قاعدين عاتبوا ليه؟ ده عيد بلاد صبر الليل وعايزين نعمل له حفله سمر. رحت يا شعبان ايوه، جيت يا رمضان ايوه، وحوي نضر وحوي يا وحوي ايوه، رمضان جانا ايه اللي جاب عادل البدري هنا؟ ايوه انا فاكرك قابلت ده من امبارح، بس ملحق من التوجيه المعنوي علوه بتاعنا عشان يطلع معايا منورات ويصورها. انا مفيش حاجه في نفسي ضدك يا ناكي. ولا انا عادل. صدقني انا لما عرفت ان انا طالع المناوره دي معاكم فرحت جدا. انت طلعت منورات قبل كده؟ دي رابع مناوره اطلعها لغايه دلوقتي. ويا ترى الافلام اللي بتصوروها دي بقى بتحتفظوا بيها في الارشيف؟ معرفش بيعملوا بيها ايه، انا بصورها واسلمها.
بس بنتهزها فرصة عشان أتعلم وأجرب. أنت عارف أنا بفكر في السينما بقالي فترة. الشاي قبل الإمساك. شكراً. شكراً يا مجدي. هوريكوا شوية صور فوتوغرافية للصحراء وقت الغروب، تبقوا تقولوا لي رأيكوا فيها. قاعد ولا ماشي يا مجدي؟ ايوه جاي يعني. ممكن نشوفه بعدين. اكيد اديتهاله قبل ما تتخدم. لا يا مجدي، السلسله اللي في صدرها في الصوره من ضمن الشبكه اللي انا قدمتها لها، يعني الصوره جديده. وافرض يا اخي مش لازم تكون هي اللي اديتهاله. امال هيكون جابها منين؟ لا يا مجدي، انا مش هضحك على روحي. قمر جريت عليا وطلبت ان احنا نتخطب تحت تأثير شعور بالذنب وانفجار عاطفي بعد حكاية العملية اللي تهت فيها ورا خطوط العدو وافتكرتوني مت. لكن بالتدريج هدي الانفجار العاطفي وخلص الشعور بالذنب عشان يفضل جواها حبها العادل البدري. مش من حقك تستندك ده كله وترتب عليه نتائج. استنى على الأقل يا أخي لما تنزل وواجهها. أديني مستني غصب عني. لكن تفتكر انه تعمد يوقع الصوره قدامي؟ انا كنت متاكد انه هيفكر بالشكل ده. ما انت لازم تعذره يا باشمهندس، ناجي انسان حساس قوي والمساله دي عامله جواه زي النار اللي بتحرقه. يعني هنعمل ايه يا مجدي؟ انا رايي انك تواجهه. واجهه راجل الراجل وصرف حياه اللي بينك وبين قمر. قمر بنت اخلاقها عاليه قوي ومش هي اللي هتعمل علاقه وهي مخطوبه لشاب تاني. طب والصوره يا عادل؟ مجرد صوره، حتى ما كتبتليش عليها حاجه. شوف بنفسك. المهم انها اديتها لك عادل. بعد ما ألحيت عليها وبعد ما قلت لها اني ممكن اموت في اي معركه، يعني تقريبا شحتها منها. صدقني يا مجدي وقول له هو كمان يصدقني، مش انا اللي حفرض نفسي على العلاقه اللي موجوده بينه وبين بنت عمه. اصدقه اكدبه مش مهم، خلينا في اللي ورانا. احنا قدامنا عدو لازم نركز كل تفكيرنا فيه. وشكلنا العاطفية دي بقى لما نبقى نرجع بيتنا. بجد؟ ومن امتى بهزر في موضوع زي ده يا مجدي؟ خايف لا تكون بتهرب من المناقشة يا ناجي. أنا ما بهربش يا مجدي، وهيبقى قدامنا وقت طويل قوي للمناقشة. بعدين؟ بعدين امتى؟ احنا الظاهر هنفضل في الخنادق والملاجئ دي ولا 10 سنين كمان. لا يا مجدي، الحرب جاية جاية ما منهاش مفر. والقناة وخط بارليف. أمال احنا بنتدرب على ايه؟ والمناورات اللي بنعملها كل شوية دي هدفها ايه؟ ناجي سامحوني بالاجازات. يا وحشتني قوي يا طه. ناجي يا ماما. يا خبر عملت زي عمك زينو. انما قولي يا ناجي، انتوا هتحاربوا امتى؟ وانا هعرف ازاي يا جدي؟ اصل النهارده كنت مشتبك في مناقشه حد مع عاصم الصلاحدار، هو يقول لي الحرب قربت وانا اقول له لسه بدري، اذا كان اعلنوا في الجرايد عن فتح باب العمره لضباط الجيش. طب وانتوا بتتخانقوا ليه اذا كنا احنا ما نعرفش؟ وبعدين يا جدي الحرب دي ممكن تبقى بكره وممكن تبقى بعد سنه. انما هو السادات هيحارب بصحيح. وبعدين بقى خلوا الكلام ده بعد الفطار. يلا قولي يا ناجي، رحت لعمك؟ فوت عليه في الجامعة. وما رحتش تشوف قمر؟ مالك؟ انت لسه مخصمة؟ ماما خليني اكل بنفسه. هو متخانق مع خطيبته؟ كانوا شدوا مع بعض في الاجازه اللي فاتت. افتحي عطيات. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا مصطفى. عبد الله على السلامه.
الظروف السعيده دي. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انت جيت من اوروبا امتى؟ لسه واصل، قلت اجي افطر معاكم. بالرغم ان نجات ما ردتش على جواب واحد من جواباتي وقفلت السكه في وشي 10 مرات. ازيك يا نجات؟ اهلا يا مصطفى. ازيك يا دفعه؟ اهلا مصطفى بيه. اهلا بيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. امال فين شنطك يا مصطفى؟ الحقيقة نجات حبيتش اجيب شنطي معايا. الله اكبر. عاوز اتاكد انك مش هتطرديني. اول ما خدت رجلي على ارض المطار عيطت، ما كنتش مصدقه اني رجعت مصر تاني. عوقت قوي يا ست الكل، وحشتينا. انتوا اللي وحشتوني. قولي لي اخبار المحل ايه؟ اهو مقفول زي ما هو، وميمي والشمل راح يشتغلوا في حته تانية. معلش ادينا رجعت وكل حاجه هتتصلح وترجع زي ما كان. امال رياض بيه فين؟ رياض بيه مين يا بيت؟ انسي انسي انسي. انسى؟ انسى ايه يا مدام؟ يا بنت اتطلقنا من سنتين. يا خبر، ولما اتطلقتي من سنتين ما رجعتيش ليه؟ يخيبك يا بنت، عايزاني اسافر بجوز وارجع ايدي خاليه؟ استنيت لما اتجوزت. هنا كويس. فيها ايه يعني لو كنا اتكلمنا في اوضه النوم يا نجات؟ تالي ان انا برضو لسه جوزك. بصرف النظر يا مصطفى، ايه هو الموضوع المهم اللي عايز تكلمني فيه على انفراد؟ تي سبتيني المده دي كلها لوحدي، رفضتي كل محاولاتي، رفضتي اي نوع من انواع الاتصال بيني وبينك لمجرد انك شفتيني قاعد مع واحده في مكان عام. مش هنعيده يا مصطفى. لا بس انا حبيت افكرك انك انت اللي سبتيني. انا فاكره، وفاكره اني طلبت منك تطلقني وانت رفضت، ولسه برضو برفض. يبقى ايه اللي جد في الموضوع؟ اللي جد ان انا ما كانش ممكن اقعد المده دي كلها لوحدي. باختصار خش في الموضوع دغري. انا اتجوزت يا نجات. اتجوزت؟ ايوه، من سنه ونص تقريبا. سنه ونص؟ من سنه ونص تتجوز من غير ما تقول لي؟ كانش المفروض اني اخد منك الاذن؟ لكن المفروض تطلقني يا استاذ. ما اقدرش. ليه؟ ايه اللي يمنعك؟ انت يا نجات، انا بحبك يا نجات، وما اقدرش اتخلى عنك بسهوله، ما اقدرش ابيع اغلى حب في حياتي. ما عادش في حب يا مصطفى، انا مش شايله لك جوايا اي مشاعر دلوقتي. طبعا انتي ممكن تتخلي عني بسهولة لانك عمرك ما فكرتي فيا الا وطه السماحي في دماغك، عمرك ما شفتيني الا وعينك على صورته. ما تبررش، انت حر. بس يا ترى مين اللي دفعتيني ليها غصب عني؟ حمدية. وعملت ايه؟ طبعا ما اتجننت وطلبت منك تطلقها. يا طلبت وبس، دي ترجتني. يبقى خلاص دي فرصتك يا صفصف. فرصتي في ايه بس يا حمدية؟ وانا كنت بتلكك؟ نعم يا عليا، مش هو ده اللي احنا متفقين عليه واحنا لسه بنقول يا هادي؟ ولا اول ما نزلت مصر وشفتها رجعت حنيت؟ لا، انا وقفت لرياض وقلت له طلقني، وسبت له الجمل بما حمل، وطلعت من جوازتي بيه يا مولاي كما خلقتني، وكل ده عشان خاطرك. وانا انكرت ده يا حمديه؟ وجميلك ده انا شايله فوق راسي. بس هي انا بيني وبينها عشره 18 سنه، مش معقول ارميها كده بكلمه. خايف على عشره ولا على الفيلا اللي انت اشتريتها لها بتاعت مصر الجديده؟ افرضي الفيلا دي هي اللي انا طلعت بيها من الدنيا. ما عشان كده بقول لك فرصتك جت يا صفصف.
إذا كانت هي عايزة تتطلق بصحيح يبقى دي وصدي ترجع لك الفيلا تطلقها. أيوة بس بس إيه يا روح قلبي؟ ملح السكة تانية يا مصطفى. ما لو هي اللي طلبت كان معلش، لما أنا أقول لها كده هتستندلني طبعا. ما تستندلك، وانت يهمك منها ايه يا سفاسيفو؟ انا لسه في نظرها مصطفى رفعت. مصطفى رفعت مناضل القديم، راجل صاحب المبادئ. كوني جوزت غيرها ليا عذري ومبرراتي، والمفروض ان انا اسيب لها الفيلا كنوع من التعويض او هدية وداع. مصطفى انت لخبطتلي دماغي خالص، ما بقتش عارفة انت عايز ايه وناوي على ايه بالظبط. ساعة تقول لي الفيلا دي تعبي وشقايا وابصر ايه، وساعة تانية تقول لي اسيب لها الفيلا تعويض ولا هدية. انا ما بقتش فاهمة حاجة خالص، تكونش بتستكردني ولا بتاكل بعقلي حلاوة. كل اللي انا طالبه منك تسيبي لي الموضوع ده وانا هحله بنفسي، ما تشغليش بالك بيه خالص. يبقى ما تروحش هناك. مش هروح. وما تكلمهاش في التليفون. مش هكلمها. وما يبقاش بينك وما بينها اي مرسال. حاضر. طب يا مصطفى انا هديلك مهلة تحل الموضوع ده بنفسك زي ما انت ما بتقول، بس يكون في معلومك لو اكتشفت ان انت بتنيمني ولا بتستقردني اخرتك هتكون على ايديا دول. هقتلك. ايه؟ تقتليني؟ وهون عليك برضو يا جميل. اوعى ايدك كده ايوه، انت عشان واسي ان انا بحبك تتدحلب تتدحلب بكلمتين ناعمين. طبعا، امال انا بحب مين يا قمر؟ اوعى يا شيخ. ايوه ميمي وشامل هنا يا مدام. قعديهم وانا جايه لهم. مين ميمي وشامل دول؟ الرجاله بتوعي يا سفسف. يعني ايه الرجاله بتوعك؟ العيال اللي بشتغل بيهم اللي هيفتحوا لي المحل ويشغلوه. ايه ده يا حمديه؟ انتي ناويه تفتحي كباريه تاني؟ لا، هقعد انا وانت في الشمس نفلي بعض يا عينيا. ايه الالفاظ الغريبة دي؟ انا عايز افتح اول الشهر اللي بعد العيد على طول. احنا تحت امرك يا ست الكل، وجاهزين ليكي في اي وقت نسيب كل في ايدينا. وعلى فكرة احنا ما رحناش لغيرك الا بعد ما اتقفل المحل، وطبعا جينا نفتحه تاني بعد القضية ما خلصت. لكن تقولي ايه بقى؟ سي زكريا وقف لنا فيها وقال مش ممكن المحل ده يتفتح تاني. ده جالب تهزيق لهزهونا قدام اللي حتته. ولولا خاطرك وخاطر الست فاتن احنا كنا هنعرف نتصرف معاه كده. طيب هنشوف. بنجسي وادي اخر خانه يا حلو بتتنفس منها، ورينا تلعب ازاي بقى. ماشي، ما هو انت ما بقاش عندك قراصيف تلعب بيها يا خفيف. كل مره بتقول كده. ايه ده ايه ده؟ بدون ياك ايه؟ طول بالك. شخشخ الزهر. الله، انت بتحط الزهر بايدك؟ شخشخ يا سيدي. انا بشخشخ وارد. شخشخ يا حاج، مالكش عندي حاجه. بقول لك ايه، لعبك على فكره ما بقاش بقى حلو اليومين دول. الله، شخشخ وريني. وبعدين بقى مش عارفه اذاكر، خط ورقه وكلام كمان. ما يا بنتي ما بتحلوش الا كده، لازم القشاط يرقع في الطاوله. وبعدين احنا لسه اول السنه يا تونه. الله، بقى ما تسكتوا بقى وتعملوا لكم قفله. الله، ده بيت مش قهوه. جرى يا صلاح ايه اللي جرالك؟ ما انت اللي شريالي الطاوله وقلت لي بدل كل شويه ما تنط على القهوه. لا يا سيدي، هي طول عمرها كده، الاسم الطوبه والفعل الامشي. طب والله ما انت شارب القمر الدين. لا قمر الدين ملوش دعوه. انا امشير برضو. معلش. وبعدين انت ايه اللي جرالك؟ مش كل سنه بتصلي التراويح في الجامع؟ اشمعنى السنه دي؟ وانت مالك يا برده؟ الا انا مالي. ايوه ايوه، كملوها بخناقه وضيعوا عليا الليله. خلاص يا تون، قال الطاوله. يلا ذاكر انت براحتك حبيبتي وزي ما انت عايز. يلا بينا يا حاج نروح نلعب في القهوه. اه احسن. يلا مع السلامه. والله نستريح من لسان ست اطلع. ايه؟ طب هات، وانا اللي هشربه. وانا اللي هفتح الباب. طيب مساء الخير يا ابو فاتن. اهلا، تشرفت امتى؟ ماما حلوه يا حبيبتي. ماما تونا يا حبيبتي وحشتيني. وانتي كمان، لكن زين ما تساليش عني. غصب عني يا بنتي، غصب عني. اهلا اهلا وسهلا. اه ازيك يا ست ام فاتن؟ اهلا يا حبيبتي. اهلا، ازاي رح يجي لك اخ يا فاتن؟ او اختي يا حبيبتي، اللي يجيبه ربنا كويس. اقعدي براحتك مع بنتك يا ام فاتن، انا خارج وضيف الست ام فاتن وكرميها. لا مؤاخذه يا ابو فاتن، انا مش جايه اتضايف، انا جايه اشوف بنتي واتفاهم معاك. الله يكون في عون، يعدي بلادي على خير. وتهرب وتسيبه برضه يا حاج. الله.
يعني انت كنت عايز يقف وسط الحريق عشان يتلاسع شاهين. غير كده ربك بيسترها بيستر رماد. الكشاف وصل والحساب حصل، الاستاذ ناجي بيمسي. كل سنه وانتم طيبين يا اسطوات. اهلا 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 اهلا. ازيك يا ابو طه؟ وحشتنا قوي يا دفعه. الله 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 الله، وادي الاولاني. بسم الله. ايه ازيكم؟ ازيك انت وازاي اخوانك؟ كله تمام والحمد لله. يعني الجيش بقى لسه وجاهز؟ ما هتحاربوا امتى بس يا استاذ؟ كل شيء بأوان يا اولاد. كان زمان يا حمديه لغه التهديد دي كنت اصدقها ايام ما كنت تقدر تشدني من فرحي وترميني في السجن، لكن دلوقتي خلاص ما عادش. يا راجل انت عايزه مالي؟ ملكي الصاله بتاعتي، ولا انت ما صدقت تتلايم عليها بوصيتك على البنت؟ اخس، وانا اللي وثقت فيك وسبتها لك امانه، تقوم دلوقتي عايز تاكلني؟ حد الله بيني وبين اي مليم يخصك يا حمديه. انا بحافظ على بنتي وسمعتها ومستقبلها. فاتن في تانية طب دلوقتي يا حمديه، يعني ربنا هيكرمها وهتبقى دكتوره. عايز الناس تقول الدكتوره فاتن امها ارتست وفاتحه صاله. عايز البنت كل يوم والتاني دمها يتحرق وهي شايفه البوليس داخل وخارج عند امها، مره مباحث ومره اداب. بس ما تزودش كلمه واحده. بابا بيقول حق يا ماما وانا معاه، مش هنسمح لك تفتحي المحل ده تاني، مش هنرجعه لك. بت بتقولي ايه؟ بتعومي على عم ابوكي؟ عايزين تاكلوني؟ لا انا حمديه، وكنت فاكر ان انا ما اقدرش اعمل حاجه، يبقى بيتهيأ لك بتحلم، وبكره هوريك. طيب ما تقلقوش، زي ما عمي قال الصبر طيب. مساء طولت يا استاذ، الناس بداوا يشكوا اننا هنحارب، وده عامل جو مش كويس. الحكايه مش جيش وسلاح وبس يا استشهيد، الحكايه فيها سياسه كمان. ما هو ده اللي قلقنا يا طقطق. ايه بقول لك يا ناجي، ما زرتش بنت عمك ليه؟ انا حاضر يا عم، انا كنت هروح ان شاء الله هتسحر معاكم كده. طبعا اذنكم، يلا يلا بينا. معلش يا عمي، اصل في مشوارين لازم اعملهم بسرعه، المفروض كنت اعملهم بالنهار لكن الوقت كان ضيق لان اجازتي تخلص الصبح، وعموما احنا في رمضان والناس بتسهر، يعني مش هقلقهم. انت تشرف وتنور في اي وقت يا ناجي. البيت ده مش بيت علي لوحده، ده بيتك انت كمان، ولا نسيت؟ لا طبعا ما نسيتش يا طنط، ده البيت اللي اواني انا ووالدتي، وفتحت عناي على الدنيا وقعتها فيه. فاكره يا انيسه لما ناجي كان يجري ورا علي وهو خارج ويقول له حالي حالي اكي معاك؟ ايوه فاكره. يا بتشوفيه يا طنط؟ كل ما بيسمحوا لنا بالزياره يا ناجي بتروح له، وبتيجي من الزياره منهيه من العياط. هو شويه عليا يابا اشوف علي بالمنظر ده. وحضرتك عامله ايه يا طنط؟ الحمد لله مستورة يا ناجي. آخر مرة زرت فيها علي قال لي إن حضرتك ما عندكيش أي مورد تاني غير الإيجار اللي بياخده جدي الحاج بدوي من الحاج أبو شعيشة. وهو الإيجار ماله؟ ما هو كويس. أنا آسف يا طنط إذا كنت سمحت لنفسي أتكلم في موضوع حساس زي ده، بس أنا معتبر إن ده بيتي وحضرتك زي ماما بالظبط. طبعا يا حبيبي، بس اطمني يا حبيبي كل شيء ماشي كويس. لا انيس مفيش حاجه ماشيه كويس، الايجار يا ابني بيضيع على دواها ودوايا، وبتاكل وبتاكلني معاها من السلف، وبيعنا حاسها وعفش بيتها. ايه ده يابا اللي بتقوله ده؟ سبحان الله ولا اله الا الله، بقول اللي حاصل يا انيس. ثم الأستاذ مش غريب، ولا تحب أقول له إنك كمان عايزة تروحي تشتغلي؟ حرام عليك يابا، أنت عايز تحرق دمي. ليه بس يا طنط؟ اللي بيقوله جدي الحاج بدوي ده لازم يتقال، لازم أعرفه زي ما علي عارفه، ولازم أتصرف زي ما كان هيتصرف لو مالك حريته. طنط اسمحي لي يا طنط. اوعي يا ناجي، اوعي يا حبيبي،
لا انت ولا علي ولا كل رجالة الحلمية لهم دعوة باللي بفكر فيه. أنا يا ناجي ما بدورش على شغل عشان أكل منه، لا، إن كان على الأكل والمعاش أبو شعيش عارض بدل الإيجار يشتري المحل وحيدفع فيه مبلغ كويس يحللنا مشكلة لقمة العيش وإزازة الدواء. لكن لا، أنا بفكر في الشغل عشان زهقت من قعدتي عطلانة، مفيش حاجة تحسسني إني لسه عايشة ومموتش. البيت فضي عليا أنا وأبويا، والوحدة بتاكل فيا وتفكرني كل دقيقة بابن عليا اللي ضاع مني في السجن، وابن توفيق اللي خدته رؤية لنفسها. فاضل لي ايه يا ناجي؟ ايام وشهور ما بتعديش وزمن ما بيمرش وحسره بتكبر وتسود الدنيا في عينيا. هو ده كل اللي فاضل لي من الدنيا يا ناجي؟ لو رضيت بيه هبقى مش مؤمنه ومستحقش فضل اليوم اللي مده ربنا في عمري. لكن أنا مش راضية بيه يا ناجي، وطول ما أنا قادرة أعمل حاجة تغيرني وتغير الدنيا حوالي هفضل حاسة إني عايشة واستحق إني أعيش. قالوا لي إنك في رمضان بتسهري كل ليلة في شغلك. يعني مش قاعدة السنة دي، بس في شغل كتير. قولي انت ازايك؟ اخبارك ايه؟ واخباركوا ايه في الجيش؟ اخبارنا في الجيش انت والصحفيين عارفينها اكتر مننا. انا في الحقيقة جايلك في موضوع خاص. ايه اعمل انت وقمر؟ يا ترى هتتجوزوا امتى؟ لما اطلع انا من الجيش وعلي يطلع من السجن. طب وايه علاقة جوازكم بعلي؟ علي زميل وصديق عمري يا زهرة، اقرب انسان لعقلي وجداني. يمكن أنا وهو زي ما بيقولوا روح واحدة في جسدين، يبقى إزاي أنا أعيش حياتي عادي وأحب وأتجوز وهو في محنته؟ أنا سعيدة قوي إني بسمع منك الكلام ده يا ناجي. الصداقة الحقيقية بقت عملة نادرة قوي اليومين دول. والحب الحقيقي برضو. عاوز تقول إيه يا ناجي؟ علي مش جربان ولا مصاب بمرض معدي علشان تهربي من زيارته طول المدة دي يا زهرة. معلش يا ناجي، بعد اذنك انا لازم اودي شغلي ده المطبخ. مستعد يا زهره؟ الوفد العراقي هيتسحر في منى هاو الساعه 1 بالظبط. حاضر يا استاذ عمر، انا جاي على طول. زي ما انت شايف يا ناجي عندي ميعاد مهم ولازم الحقه، اصل الوفد ده. ما تشرحليش يا زهره، كل شيء واضح. بردوني يا استاذ، انت تقرب لزهرة؟ انا اقرب لخطيبها الاستاذ علي البدري. اه مسكين، كان شاب كويس قوي. حضرتك عايزاني في حاجه؟ لا ابدا، بس يعني لو زهرة تهمك في حاجه لازم تمنعها. امنعها من ايه بالظبط؟ علاقتها بعمر زيدان على كل لسان، وفي اشاعه بتقول انه متجوزها في السر بقاله سنه. وفيت بوعد اللي اديتهولك بالحرف. مفيش صحفية شابة في سنك في أي جريدة أو مجلة رئيسة قسم وتحت إيدها 10 محررين. أنا مش بتكلم عن كده، أنا بتكلم عن وضعي الاجتماعي. متفقين في الأول أخلص مشاكلي مع مراتي وبعدين نعلن جوازنا على طول. الكلام ده بقاله أكتر من سنة ونص، ويمكن يفضل سنة ونص تانيين. تبقى مش ناوي تعمل حاجة. زهرة أرجوكي تفهميني وتقدري موقفي. أنا بس اللي أفهم مقدر وأنت لأ، يعني الموقف بالمقلوب. يا أستاذ المفروض إن أنت اللي تقدر موقفي وتحافظ على وضعي، ولا نسيت أنا أبقى بنت مين؟ عارف وحفظتها خلاص، بنت عمدة. وأهلك في ميت الغنم لو عارف إنك متجوزة في السر هيذبحوكي. كل ده
عرفته وسمعته قبل كده، لكن اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ انت عارفة المزنق اللي انا فيه، وعارفة مراتي ابوها مين. لو عارف هيعمل فيا وفيك ايه؟ ودي هتحلها ازاي بقى ان شاء الله؟ هتستنى اما الراجل يموت؟ لا، وسابق قبل كده وقلتلك ان خطتي قايمة على اساس اني افجر كل شوية الخلافات اللي بينه وبينها لغاية ما تبقى هي اللي عايزة تخلص وتطلبها. وفعلا الاسلوب ده بدأ يجيب نتيجة. حماية امبارح اتخانق معايا وقال لي يتعاشر بالمعروف يتفارق بالمعروف. مش عارفة يا عمر، نفسي أصدقك بس للأسف عقلي رفض. الصبر يا زهرة، خلاص قربنا نتسحر بقى. الزبادي ايه يا راجل اللي انت بتاكله في السحور دي؟ دي حاجة ما تقوتش. مد ايدك وكل شوية فول ولا حاجة احسن، ده انت كده هتجوع على الظهر بالكتير. معلش يا عمدة، خدت على كده. قلت ايه يا ناظم؟ سليم هيكلمني بكره من باريس، اقول له ايه؟ ورشة جلود اللي انا هشتريها يا عاصم. انا يا حبيبي عندي شركة مقاولات كبيرة انا وسليمان، يعني مش محتاجة للورشة دي. قولي شوف مشتري تاني. بس اخص 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 على ده زمن. بقى سليم البدري يبيع املاكه. يا سلام يا اولاد، صحيح اللي يصبر ينول. الظاهر انك فهمت الموضوع غلط يا باشا. سليم ما بيبيعش املاك ولا حاجه. انا اللي قلت له ان هقبل العرض اللي جاي لي من الكويت وهسافر، ولاده الاثنين مش موجودين. يبقى ما فيش غير حل واحد من اثنين، يا الورشه تتقفل يا تتباع. هو فضل الحل الثاني وقال لي شوف نازج الاول يمكن تحب تشتري. ما دام هي مش عايزه بقى خلاص اشوف اي مشتري تاني. مشتري تاني مين يا راجل؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ما حدش يخش منا، انا هشتريها. وهتشتريها ليه يا عمده؟ وانت محتاج لها في ايه؟ يا نازك يا نازك، انت عارفه انني مش محتاج لها ولا حاجه، وانا هدايا غير الشركه اللي معاكي، شركه بتاعتي لوحدي. بس انا محتاج مصنع. اي والله انا من زمان نفسي في مصنع. بس دي مجرد ورشه. لعلمك بقى يا نازج، الورشه كبرت. من سنتين خدنا المساحة اللي وراها وبنينا فيها عنبر جديد، يعني الورشة بقت مصنع حقيقي، وبقالنا مدة بنشتغل بالمكن مش بالصناعية بس. الله 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 الله، يعني كلها مكن؟ طب ده حلو قوي، وانا احب المكن. ثلاثة بالله العظيم ما حد يشتريها غيري. يلا يا سيد عاصم مدي ايدك نقرا الفاتحة. مش لما تعرف الشروط الاول يا عمدة؟ مش عايز اعرف حاجة يا اخويا، مدي ايدك نقرا الفاتحة نقابلها. استنى انت وهو، إذا كان سليم عايز يبيعها لي أنا بالذات. نعم نعم نعم، يا سلام احلوت دلوقتي يا نازك. لما جت حدايا بقول لك إيه، دي مش أصول، أنا حالف يمين ويمين فوق اليمين، لو وقفت قصادي لا هفض الشركة اللي بيني وبينك. ألو؟ أيوه أيوه، أنا طالبة باريس. ألو، أنا نازك يا سليم، إزيك؟ وحشتني بجد. بقالك مدة ما بتنزلش مصر، ايه الحكاية؟ ما انتش عارفة ايه الحكاية يا نازك؟ عايزاني ازاي ارجع مصر وعلي في السجن؟ مش هطيق. يا سليم انت مالكش ذنب في اللي حصل له. لا نازك، انا المسؤول عن اللي حصل لعلي. انا اللي سبته يروح لك. الكلام ده ما يتقالش في التليفون. ايه الموضوع؟ مش معقول تكوني بتكلميني عشان وحشتك. اخس عليك كده برضو؟ طب انا اسفه وهقفل السكه. لا لا لا، ما تقفليش خلاص. ها مصنع الجلود يا سليم، هتديهولي بكام؟ بالتمن اللي يحدده عاصم ويلاقيه مناسب. انا مش هدقق معاك يا نازك. المهم تحاولوا تقنعوا عبد الفتاح سلطان يبيع هو كمان، وتحلوا مشكله نصيب علي. بقولك ايه يا نازك، فلوس عالي تتحط باسمه في البنك لحد ما يطلع. ميرسي قوي، كل سنة وانت طيب، مع السلامة. رمضان ملعلق قوي في مصر واحنا هنا مش حاسين بحاجة. بقول لك ايه، ما تيجي نسافر لنا احنا كمان يومين نشوف اهلينا ونقعد معاهم وبعدين نرجع. لا يا طلعت، أنا حاسس إن لو نزلت مصر مش هسيبها. أنا ملاحظ إن الباشا بقاله كام يوم كده مزاجه مش تمام. معاك حق. قلقان على اللي في الجيش واللي في السجن. وضيق من الوضع هنا.
اليهود مزنقين عليا. ايوه يا طلعت عندك حق، مش ممكن هينسولك اللي انت عملته فيهم، كمان صفقتك اللي عملتها مع كمال خل روشتهم وحطمت علاقتي بشركائي. تقالي بقى ان الاوان ان افكر واستعد. ليه يا سليم باشا؟ للرجوع يا طلعت. الله اكبر الله اكبر، كله اسمع، كله افتح الراديو واسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.